نبدأ مع أول تغريدة وصلتنا لهذا اليوم. السعد السبيعي العتب عليك كثير هالأسبوع، أبد ما شفناك بالفقرات واجد، جمهورك واجد ويبي يشوفك أو يشوف تواجدك وما يبيك تغيب يا سعد السبيعي. إن شاء الله إن بقيت هالأسبوع الجاي يبشرون على خير. أنت باقي إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسعدك. طيب شغلونا الشاشة الكبيرة اللي وراء عشان المتابعين يشوفونها. طيب ولا يهمك، أعطونا التغريدة اللي بعدها. حافظوا على أرصدتكم ولا تفوتكم الصلاة، احضروا بدري. هالتغريدة من الدوسري، يعطيها العافية على النصيحة. التغريدة التالية أيضا، يلا أعطونا التغريدة اللي بعدها. أتمنى من الشباب يغيرون الروتين المتكرر، نبي لعبة تحجيرات ومسابقة، نبي جو بالقرية وبالتوفيق للجميع. رسالة من العبدلي. بلسانك ترتقي وبلسانك تحترم وبلسانك تحتقر وبلسانك تحفز، فكن أنت قائده وليس هو قائدك. إن شاء الله. برافو خالد الحميد، اتفق الجميع على جمال صوتك وأخلاقك، استمر على هذا الرتم بالتفاعل وننتظر منك مبادرات وفقرات تصنع لك بصمة وأثر. المجموعة الذهبية، محمد عثمان، محمد الذهلي، عبد الرحمن طيري، وائل خوادي، سعد السبيعي، عبد الرحمن آل زايد، استمروا وفالكم لنهاية البرنامج. حلو الباكجراوند على كذا، مهندس الصوت يشيل الصوت الخلفية اللي وراي. نتمنى منكم لفتة بسيطة عن السنن المهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم موزعة في اليوم بدون فقرة رسمية، تكون في أسرع في التقبل والوصول للناس. هالرسالة من فريق صالح الزهري، بيض الله وجهه، بعد كل صلاه اذا صلى. وين المفقود صالح؟ تعبان قدام العافيه. وصل صالح، وصل جاي الحين بس لك. هذا هو دخل صالح. الله لا تعبان. لا يا مسلم اصرفك انا، يا مسلم اصرفك انا. طيب صالح افتح المايك حبيبي. ان شاء الله بنشوفك. اقرب مخرج يا صالح اعطوك، لكن مع الاسف ما ضبطت. طيب سمي حبيبي. هذا الحين ترى يعتذر، عطى الدكتور استراحه وارتاح. ما في باس، قدام العافيه، بس الله يجمع له بين الاجر والشفاء. طيب نبي منكم العاب ومسرحيات، اشياء تحمس خصوصا وقت العصر لانه وقت طافي اغلب الايام. التغريده التاليه، توام آل زايد، متى نشوف زد صملتك مثل هالفقره الناجحه؟ لماذا تهمل يا آل زايد؟ زد صملتك. محمد عثمان صاحب شخصيه رائعه في اتزانه وهدوءه ومحافظته على انظمه القريه، ويتسم بالثقافه والوعي. محمد عثمان وينك؟ افتح المايك حبيبي، افتح المايك. ليش التغريدة 50 راحت؟ يلا الله يسعدك. طيب اخوكم من الحد، تحياتي للشباب وبالاخص سالم الخنفري وسعد السبيعي، والله انكم سعادة لنا مع اننا على خطوط الخطر والنار ولا زلتم تسعدوننا. والله انه شرف، والله انه شرف. هذه تحية لهم وعسى الله يا رب ينصرهم. خالد الحميد، الف مبروك على وصول كليب لا تضايق، نصف مليون وعقبال المليون ان شاء الله، ومالك النهائي ان شاء الله يا عندي القرية. أقول للمتسابقين مبدعين كلكم، استغلوا باقي البرنامج، ما بقي إلا أيام قليلة وتكون نسخة زد رصيدك 6 ذكر طيب، استغلوا باقي الأيام وموفقين. مرحبا يا منيف، مرحبا الطويرش. وصول متأخر، العذر والسموح، لكن وصول متأخر خير من ألا تصل أبدا. هذا هو، شوف شلون. يا مرحبا. الصديق الذي لا يغيره الزمن ولا تبيعه بأغلى ثمن، ميم ومجيد أصحاب الدروع، نتمنى نشوف لكم عمل مع بعض قريب، عسى الله يوفقكم يا رب. إن شاء الله. نطالب بمبادرة محمد عثمان، نعلم أنه يحمل بجعبته الكثير وننتظر منك المزيد يا محمد عثمان. إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. نتمنى منكم الحركة، ملينا من الجلسات والمواضيع المكررة، البرنامج ما بقي إلا كم أسبوع وينتهي. إن شاء الله. عمر ملحم، فخورين بكل ما تقدمه في البرنامج، قدمت مبادرات مفيدة للجميع، أدخلت الفرح والسرور على قلوب الأطفال قبل الكبار. الله يسعدك يا عمر الملحم. عمر قدامك، الله لا يعمينا. فعلا أحس توها تجي النسخة اللي تقدم فقرات ومبادرات قوية ما شاء الله، لكن اللي ما قدم للحين يبادر لأن ما بقي من البرنامج إلا القليل. عبد الرحمن الطويرش يقول، عبد المجيد الطويرش، أبدعت في التمثيل، ننتظر منك المزيد، مشهد الشايب والابن مميز جدا وصداه، أوكي خصوصا للأطفال. تدشيناتكم للشباب، عفوا تدشيناتكم كانت جميلة وكلها وصلت للترند، استمروا بإبداعكم وننتظر المزيد. ملاحظين ناس معينة تحضر حلقة التلاوة
وبالرغم من انهم غيروا وقتها وصار مناسب للجميع، نتمنى منكم الالتزام فيها، بقي القليل وسوف يبقى اثركم ان شاء الله. برافو شطار. شباب زد رصيدك ستة، تميزوا باخوتكم او تميزوا باخوتكم في الله، الله يديمها. ما شاء الله الواحد منكم يفرح لاخوه اكثر من نفسه. التغريدة التالية للمتسابقين، يا ليت كل واحد يمسك المجال اللي هو مبدع فيه وما يتدخل في مجال غيره. وائل خواجي قبل لا يبدأ البث كان يقول بعض الأناشيد وصلت إلى إيش كنت تقول قبل شوي وائل؟ لا عادي قول، ما في ما بيننا أسرار، علمك شوف في بعض الأناشيد يعني أهلا كويسين وقدم حاجة حلوة، وبعض الأناشيد أهلا جابوا العيد ووصلت ملايين. إيش قصدك يعني؟ قصدك النشيد اللي سجله معك مندر؟ ها؟ قصدك النشيد اللي سجله معك مندر يعني؟ لا أنا أصلاً أنا مو شيء، هذا في الكلور، هذا في الكلور، ما هو يعني لا أنشوده. طيب طيب التغريدة التالية يا حبايبنا، وائل خواجي الآن غير عن وائل بداية البرنامج، صار غيب عن البث ولا عاد يتفاعل في القرية، وما صرنا نشوفه إلا في الفقرات بندر العلي. لاحظنا عليك الفترة الأخيرة عدم تفاعلك، افتقدنا مبادرات، أتمنى ترجع كما عاهدتنا أو كما عاهدناك. لم يتبقى من الأيام أو لم يبقى الأيام، حافظ على رصيدك وفالك النهائية. العلي عبد المجيد فوزان وين؟ تعبان؟ تعبان 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 قدامها العافية. طيب عبد المجيد فوزان، فقرة التجبر أو فقرة الجبر الخواطر نستفيد منها كثير وتوصل لنا المعلومة بدون أي تكلف، نتمنى يستمر بتقديمها وفاله المركز الأول. عبد الرحمن إنسان ناجح وأثبت وجوده بثقافة وموحن اللي نمدحه لأنه مو محتاج، أنا جدا أستمتع بكلامه وكمية المعلومات اللي يمتلكها. إيش فيك يا حبيبي؟ إيش فيك منيف؟ بسم الله عليك قدامك العافية حبيبي. طيب التغريدة التالية، بندر علي من الأشخاص اللي أثبت نفسه من بداية البرنامج وقدم كذا مبادرة، بس يا ليت يطلع الروح الكوميدية اللي فيه ونبي منه مسابقات حركية. التغريدة التالية، شباب تكثرون من الأعياد وتقولون ليش ندخل برايو؟ إن شاء الله. لا ما لها علاقة هذه إن شاء الله. لا ما لها علاقة أبدا، استعجلت. طيب التغريدة التالية، تبقى أقل من شهر، هالمدة البسيطة تقدر أنك تصنع لنفسك فيها أثر كبير يبقى لك طول عمرك، اجتهدوا والله يوفقكم جميعا. مجيد الفوزان وفارس البشير، نتمنى عمل شيلة دويتو ونبغى مسابقات وفقرة تحجيرة. محمد عثمان ملينا من الجلسات والسواليف والبرنامج على النهاية. عبد المجيد الطويرش، هالأسبوعين رتمك عالي العالي وتفاعلك مميز بكل يوم، نبيك كذا نهاية البرنامج ومتحمسين للشلال والدنانة، وحافظ حافظ حافظ على رصيدك. منيف الخمشي، نحيي فيك حرصك على نظافة المسجد بعد خروج الجميع، استمر على هذا العمل فالكل يدعو لك. يملك روح خفيفة وسعة صدر ويمتلك من الحكمة الكثير، وأيضا خامة صوت جبارة باختصار محمد آل مسعود، شخص وين ما تحطه تلقاه. سعد السبيعي، لو تشوف فرحة الآباء والأمهات الكبار في السن لما تكلم عن قصة الأولين وقصيدهم، استمر في طرحك لهذه القصص فهي محببة للكبار يا سعد السبيعي. أنتم مختارين متسابقين كلهم عندهم هشاشة عظام والمناعة عندهم صفر، شياب بوجه شباب، قولوا لهم العبوا تحركوا الواقعية ما يشبت نار وقهوة. هو جالس يقول شبت نار وقهوة وتقول أوه ماي جاد. طيب طيب رسالتي للمتسابقين، إذا كانت بصمة إصبعك تميز هويتك الشخصية عن الآخرين فبصمة لسانك تميزك في قلوب البشر. للشباب كلماتكم البسيطة والموزونة قد تؤثر بالكثير وتكون نفعا لهم بدون تكلف، وهذا ما نريده منكم أو ما نريد منكم تقدمونه، ونسأل الله لكم التوفيق جميعا. مبدع ما شاء الله وكلمات جميلة وانتقاءات أجمل، واختيار المنشد المناسب ومناسبة القصيدة جميلة وتجين أجمل. نيف الخمشي لا تقلق. التغريدة التالية، كلمة حق توجه للمتسابقين، أجدتم كثيرا وكان لكل فرد فيكم بصمته المنفردة، ثابروا وكونوا كما عاهدناكم، من حمد المرعي. التغريدة التالية، أتمنى من الدهلي أنه يبادر مسابقة للمتسابقين وهي حفظ صورة
من سور القرآن الكريم، وأتمنى لكم التوفيق جميعا. إن شاء الله. ناصر عمر الملحم سمي حبيبي. شباب اليوم لما كنت أقول لكم في الحلقة أن ننتظر خلص الختم، كانت الفكرة هي أن سورة الدخان هي مسابقة بينكم، واللي يحفظها قدر الإمكان أحاول أن تكون الجائزة رصيدية قدر الإمكان إذا وافقوا الشباب. إحنا نتعاون معكم. تعاون معنا. إذا ما تيسرت الأمور راح تكون مسابقة يعني جائزة إن شاء الله قيمة من عندي أنا شخص. يعني الفكرة موجودة. الفكرة موجودة. إحنا نتعاون معكم قلبا وقالبا. إن شاء الله أسبوع ونختم القرآن تلاوة. أجلس معك يا محمد وأرتب معك أوكي. الفكرة. كافو. ومن عيوني يا حبيبي. على رأسي. الموضوع هذا كله نتعاون فيه يا حبيبي. ما يقصر ناصر. طيب. أوه يا ناصر. عمر الملحم لو لم تخرج من البرنامج إلا بمبادرتي متلازمة داون ومحاربي السرطان لكفتك، جمهورك فخورين فيك وتعلمنا منك الكثير يا عمر الملحم. توأم آل زايد الله يسعدكم يا رب، احترام وأخلاق وفالكم المركز الأول، توأم الأخلاق آل زايد. محمد الدهلي أبدعت وتألقت وتميزت، استمر على ما أنت عليه، فالك المركز الأول بإذن الله، كل السلطنة فخورة فيك يا فخر عمان. للمتسابقين اهتموا كثيرا بالعبارات والكلمات البسيطة، خاصة كلمات المسجد لأنها تصل للقلب قبل السمع. عبد الرحمن طيلة هذا البرنامج كنت فخرا لأهلك، فاستمر على ثقتك بنفسك وحلمك، ولا تلتفت إلى كثرة الجدال التي لا تسبب التي تسبب لك التشتت، وفالك المركز الأول. من مميزات متسابقين هالموسم حرصهم على تثقيف المشاهد في جوانب كثيرة من خلال جلساتهم العفوية، الله يكتب أجركم جميعا. وائل خواجي ما شاء الله عليه إنسان مبدع ومتألق، فالك النهائي يا وائل. محمد آل مسعود يا ليت تقلل المشيلات توجه للأناشيد لأنك تمتلك خامة صوت جبارة، ويا ليت تنشد حيلك أو تشد حيلك أكثر وتكثر من الفقرات واستمر، فالك النهائي يا مسعود. يا شباب والله تعبنا وحنا نطالب منكم حركة، ملينا من الجلسات، قهوة رايحة وقهوة جاية، وين اللعب وين المسرحيات وين التحديات؟ ريالتي شيبان ريالتي يا شاء الله. بعضكم نتمنى أن يمسك لسانه بالبث عن بعض الألفاظ، في أطفال يتابعونكم ويقلدونكم بكل حركة وبكل كلمة، وبالتوفيق. عمر ملحم وعبد الرحمن شخصيات تجبر الشخص على احترامهم، ثقافة واحترام ورجولة وشهامة، بالتوفيق لكم، خير من يمثلنا والله. سعد ومنيف وعدتمونا بأمسية شعرية، وينها؟ ترى من أول البرنامج ننتظرها ومتحمسين. اقسم بالله يا ولد اشغلت العالم فينا يا اخي، ترى منه يا ابو نايف. شوف طاح والله. بسم الله عليك. بسم الله. عود والله عود. متاكد انه منه؟ والله عود، ينوم بدري ويقوم بدري يرجع يقيل، متى مسكه؟ طيب نتمنى ان المتسابقين ما يرفضون الوظائف، ليه جمهورك يتعب ويصوت وانت ترفضها؟ حافظوا على رصيدكم وفالكم التوفيق ان شاء الله. الى فارس البشيري نتمنى منكم مبادرات جميله تجذب المشاهد، استغل الفرصه، ما باقي الا شهر وينتهي البرنامج، فالك التوفيق والمركز الاول يا فارس البشيري. الثلاثي الذهبي عبد الرحمن المطيري وبن دفنه فارس البشيري، نتمنى تكثرون من جلساتكم وسواليفكم لانها بحد ذاتها ما تنمل، وفالكم النهائي ان شاء الله. لم يبقى الا القليل، اظهروا ما لديكم واخلصوا النيه لله عز وجل، سترحلون ويبقى الأثر. ابن دفنة الله يسعدك سعادة أبدية مثل ما أسعدتنا بوظيفة الدكتور وماهي غريبة، على روحك الفكاهية المرحة، جمهورك الإماراتي. فارس البشيري كون قاعدة جماهيرية كبيرة بأسلوبه ووقعيته وبشخصية السهلة المرحة، ما يتصنع كاس الروتين، باختصار ملك الواقعية. للمتسابقين بعض الفزعات توديكم للبرايم وتضرك، خليني أكملها يا حبيبي أصبر. للمتسابقين بعض الفزعات توديكم لبرايم وتضرك أكثر من إنها ما راح تنفع. سالفة اللقاءات التلفزيونية والترتيبات ما نفضلها، لا تحسون أنكم تراقبون الكاميرات وتصنعون الأفضل، عيشوا واقعيتكم وهذا هو المطلوب. وهذه آخر تغريدة معنا وصلت، سمي يا حبيبي، عسى الله يا رب يغفر لها ويغفر لأمها ويرحمها ويغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم سكنهم. طيب حنا انتهينا من التغريدات، راح ننتقل للخطوة الثانية، الفيديوهات اللي وصلتنا أيضا من المشاهدين الكرام، في فيديوهات وصلتنا عن طريق الشاشة وفي فيديوهات أيضا وصلتنا عن طريق بعض أقارب المتسابقين. بندر العلي قبل شوي أعطاني شاي، لا ما له علاقة يا محمد، ها أعطاني شاي في ريحة عطر والله.
عمر الملحم اللي صابه اللي صابه. عمر انت مسوي؟ لا لا بندر بندر. شايف فيه انا ذا في هيل هذا عدني عدني. طيب على عيني وعلى راسي عدني، ما اقول مش ما اقول في شيء بس عطر. العطر انا ماسك الكاس ويدي كلها عطر يا اخي. اوكي اوكي صدقتك حبيبي. لا ما كان ماسك الكاس كان مهب علينا وهذا ماسك الكاس الهبوب شلت العطور داخل الكاس. اوكي اوكي شكرا على المشاركه. شكرا على المشاركه استريح يا حبيبي. طيب الفيديوهات جاهزه معنا يا شباب؟ طيب ما دام انهم يجهزون الفيديوهات طبعا مضامن البرنامج يا فارس يا آل مسعود سمي حبيبي توجه تحيه اي والله اسلم اجي لا وانت عندك حبيبي لا كذا توصلك الكاميرا وصوت